السر انه كله منه يا نوار. كله منه يعني ايه؟ كله منه، هو اللي يجرح وهو اللي يداوي، هو اللي يتوهك وهو اللي يهديك، هو اللي يزعلك هو اللي يصالحك، يرمي في البير ويطلع اللي من البير امير، ويسكنك الجنه ويطردك منها عشان ترجع ليها عن حب مش عن ورث، ويرمي في النار ويخليها برد وسلام، يخليك تمد رقبتك تحت الذبح وتقول يقبلك عشان يفديكي. كله منه ياخد منك عشان يديكي احلى، ويحرمك عشان يسعدك، يمنعك عشان يعطيكي. محدش ليه عنده حاجة ولا شرط، هو حر، هو كمان عجيب، بينه وبين كل مخلوق سر، لو عرف ويرتاح ويفهم. والسر إنه كله منه، كيف نزعله منه أو نستعجل أو نستعجل أو نبعده، ده اللي جيت أقوله، ده السر.